خلينا نروح لمزيد من التفاصيل ومزيد من المعلومات الخاصة بهذا الموضوع والكمية الكافية من شرب المياه خصوصا واحنا في فصل الصيف. معانا دلوقتي دكتور ديما الكيلاني استشاري التغذية العلاجية معانا على الهواء مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. صباح الخير دكتور ديما، أهلا بك معانا على شاشة قناة النيل الأخبار. يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة للمي هي فعلا جزء أساسي من جسم الإنسان وعندها وظائف كثيرة مثل ما هلأ أنت ذكرتي. بالنسبة للإحتياجات بتختلف طبعا حسب العمر، الجنس، الطول، أو إذا في ممارسة رياضة أو لا، وعوامل الجو برضه بتلعب دور كتير كبير مثل درجة الحرارة إذا كانت عالية أو لا ودرجة الرطوبة. في عنا عدة يعني مصادر لحتى نعرف شو احتياجنا من المي، وفي معادلات بتعتمد على الطول. ففي عنا قاعدة عامة إنه نشرب 8 أكواب من الماء يومياً. مثلاً على حسب هيئة سلامة الغذاء الأوروبية فإنه احتياجات المرأة الأنثى البالغة من الماء تقريباً لتر و600 مل، بينما الذكور حوالي لترين. طبعاً ممكن نحصل عليها من خلال الماء وهي السائل الأفضل والمثالي لحصولنا على السوائل. ممكن نحصل عليها من خلال الأطعمة، مثلاً عندكم الخضار، الفواكه غنية بالمياه، ممكن إنه ناخدها عن طريق الشوربات، المرقات أو اليخاني، ما بعرف بمصر إيش تطلقوا عليها. فممكن من خلال أكلنا الاعتيادي، مثلاً الرز إحنا خلال طبخه فإحنا نستخدم المي، فهو برضو يعتبر مصدر لحصولنا على السوائل. دكتور ديما، يعني الأعراض اللي بتنتج عن نقص السوائل أو المياه في الجسم خصوصا وإحنا في فصل الصيف؟ طبعا إذا ما بنشرب كمية كافية من السوائل فرح يصير عندنا نقص في السوائل، وهذا بيأثر على الصحة والعافية. مثلا نقص السوائل ممكن يسبب صداع، تعب، إجهاد، حتى تدني المزاج، وبيعمل ضعف في التركيز. وكثير من الناس من قلة السوائل ممكن يصير عندها إمساك، وممكن يصير عندها التهابات في المسالك البولية. فعشان هيك لازم نركز على شرب المياه خلال النهار. طيب دكتور ديما، يعني في فصل الصيف بنحتاج كميات أكتر من المعتاد عن مثلا فصل الشتاء؟ 100%، لأنه بتصير عندنا درجة التبخر أكبر بالجسم، فلهذا لازم دائما نحافظ على تناول السوائل إذا في فصل الحر أو حتى عند ممارسة الرياضة الشديدة. فالرياضيين مثلا احتياجهم من السوائل بتكون أعلى من الشخص العادي اللي ما بيمارس رياضة، أو إنه ممارس الرياضة اللي له بتكون قليلة. وفي نقطة جدا مهمة حابة أذكرها بالنسبة للقهوة وشرب المنبهات. هلأ كثير في معتقد شائع إنه شربها بتؤدي لإدرار كبير في البول، وإنه إذا بدنا نشرب كاسة قهوة لازم نعوضها بكاسة مي. طبعا هذا معتقد خاطئ، وكثير ناس رح ينبسطوا من المعلومة اللي بدي أحكيها. هلأ المنبهات تعتبر مدر بسيط للبول، فإذا إحنا بنشرب كمية قليلة من القهوة فهي هون تعتبر مصدر للسوائل. فإذا بنشرب مثلا كوبين من القهوة هون بنعتبرها مصدر للسوائل، لكن طبعا إذا بنشرب كمية كتير عالية مثلا 5 أكواب من القهوة خلال النهار فهون بكون مفعولها مدر للبول. طيب بالإضافة إلى القهوة دكتور ديما، يعني البعض بيعتمد على العصائر اللي فيها طبعا سكر وما إلى ذلك بشكل أكبر على مدار اليوم من مياه الشرب فقط. يعني رأي حضرتك في الكلام ده، وقد إيه كمان النوع ده من السوائل اللي هو العصائر المحلاة ممكن تفيد الجسم أيضا خصوصا وإحنا في فصل الصيف؟ دائما طبعا ننصح في الماء، لكن اذا اردنا انه نشرب العصائر واتجهنا اليها يفضل انه احنا ناخذ العصائر الطازجه من الفواكه الكامله. لكن اذا بنطلع على العصائر المصنعه او المضاف الها السكر فهون احنا لا نحبذ انه احنا ناخذها كمصدر للسوائل. ممكن كمان نتناول المياه المعدنيه، لانه عاده بيكون السكر او المينرال ووتر بكون السكر تقريبا يكاد يكون معدوم فيها، فممكن نتجه عليها اذا احنا حابين انه نتناول السوائل من خلال يعني من خلال مصدر اخر غير السوائل. ممكن كفكره نضيف قطع الفواكه، او ممكن نحط شرحات من الليمون ك
طريقة تحببنا أكثر بدون ما نلجأ للعصائر الغنية بالسكريات. يعني دكتور، كتير بيتقال انه مش لازم نحس بالعطش عشان نشرب، المفترض ان احنا نشرب على مدار اليوم تقريبا كل ساعة كوباية مية بدون حتى ما نشعر بالعطش. سؤال ممتاز. هلا كيف نعرف انه احنا بدنا مي او بحاجه لمي؟ هلا العطش احد الاشارات، لكن في فئات ما بيزبط معها هاي انه نعرف اذا هو عطشان او لا. مثل عندك الاطفال كبار العمر فهم عاده بيشعروا بالعطش بعد حصول جفاف كبير في الجسم، فهاي الفئه من الناس يفضل انهم دائما انهم يشربوا مي بدون ما يستنوا شعور العطش. في عندك كمان لون البول ممكن يكون دليلنا اذا احنا عم نشرب مي كفايه او لا، فاذا كان البول داكن فهذا بيعني انه احنا ما عم نشرب كميات كافيه من المياه، لازم دائما انه نراقب البول يكون عندنا لونه اصفر فاتح او حتى يميل للون الشفاف لحتى نعرف انه احنا حاصلين على كفايتنا من السوائل. دكتور ديما، بالنسبة لممارسة الرياضة، يعني على الأقل ممارسة رياضة المشي قبل ما نبدأ أن احنا نمشي لوقت مثلا معين، مفترض أن احنا نشرب من المية قد إيه؟ 100%. هلا الاحتياج تختلف زي ما حكينا ببداية الفقرة، بتختلف حسب أنثى ذكر. الطول كثير مهم لحتى نحدد كمية الطول، لأنه إذا بدنا نيجي نحسب للرياضيين فإحنا بناخذ في بالنا الطول لما نحسب له احتياجاتنا، لكن كقاعدة عامة يفضل إنه نشرب المي قبل التمرين وخلال التمرين وبعد التمرين حسب كل شخص وشو حاجته. في المتوسط حضرتك ذكرتي انه 8 اكواب من المياه على مدار اليوم، ده بالنسبه للانسان البالغ عموما، لكن الاطفال وهم اكيد يعني ممكن بيحتاجوا هنا اشراف من الاهل ان هم يفكروهم كمان في بعض الاحيان بشرب المياه. طبعا هلا بما انه احجامهم بتكون اقل فانه حاجتهم للمي بتكون اقل من 8 لتر، فمثلا عندك من بين ال 14 وال 18 سنه هنا تقريبا احتياجاتهم مثل البالغين، تقريبا بين اللتر وال 400 او 8 اكواب حسب المرجع اللي احنا بنرجع له. الاطفال طبعا بكون تقريبا اللتر ممكن يوصل، اذا كانوا تحت الست سنين ممكن 700 مل من المي تكون احتياجاتهم. إذا كان لعدم شرب المياه أو عدم كفايتها في الجسم أخطار ويعني أضرار أكيد، هل زيادة شرب المياه ممكن تؤدي لمشاكل أو ممكن تكون مش صح على الجسم؟ نعم كثير. أنا عم بشوف في العيادة عندي بستغرب إنه في كثير من المرضى المراجعين بتلاقي عندهم كمية شرب المي جدا عالية، تقريبا بتوصل 4 لتر أو 3 لتر. طبعا هذا السلوك جدا خاطئ وممكن فعلا يؤدي لتسمم المياه، التسمم في الجسم بسبب كمية المياه العالية. كثير من الناس بيفكروا إنه إذا أنا شربت مي كثير معناته راح أزيد الحر، طبعا هذا كمان أحد المعتقدات الخاطئة. هلا الايض وعمليات الحرق في الجسم اكيد بتعتمد على الماء، لكن نعرف انه الجسم له قدره على انه يحافظ على كميه سوائل في الجسم معينه، فمثلا بنلاقي اذا احنا ما شربنا مي كثير بنلاقي البول انه صار غامق، ليه؟ لانه الجسم بحاول يحافظ على كميه ماء معينه في جسمه لحتى يحافظ على العمليات الحيويه. امتى بيصير العمليات الحيويه بتقل بسبب عدم شرب المي؟ في حاله الجفاف الشديد، فاذا شرب كميات كبيره من المي ليست بالعمليه اللي فعلا بتشجع على زياده العمليات الحيويه، لكن طبعا بدنا نشربها باعتدال. اكيد هو الاعتدال اكيد هو اساس كل شيء سليم. دكتور ديما الكيلاني استشاري التغذيه العلاجيه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معانا على الهواء مباشره من العاصمه الاردنيه عمان، شكرا جزيلا دكتور. شكرا.